أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس فضيلة الشيخ وأثناء انتهائه من الصلاة أو من الفريضة يمسح وجهه بعد الصلاة، هل ورد شيء في ذلك؟ ليس بعد الصلاة، إنما هو بعد الدعاء، إذا دعا الله عز وجل ورفع يديه هل يمسح وجهه إذا فرغ من الدعاء؟ ألا وردت فيها حديث ضعيف، وتركه أولى. نعم.